يمكن تستغرب إنه المسيحية ليست ديانة. أنا اسمي فارس، موجود اليوم على الحدود الأردنية السورية في مدينة أم قيس الأثرية. تعال اليوم مع بعض نتعلم ماذا يؤمن المسيحيون. بالبداية بحب أقول لك اليوم إنه المسيح إجا خصيصاً حتى يحرر الناس من الدين ومن التدين. واللي منؤمن فيه كمسيحيين هو إنه يسوع المسيح إجا لغرض وهدف وقصد إلهي حتى يوصل الناس بالله. إجا حتى يكون هو الوسيط الوحيد اللي بيصالح الناس الخطاء اللي مثلي ومثلك مع الله القدوس الطاهر، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. مشكلة الإنسان إنه خاطي وفاسد ويحتاج إلى مخلص. أنا وإنت مسجونين في سجن الخطية، نحتاج لمن هو حر وخارج السجن لكي يأتي ويطلقنا أحرارا، لأن الكتاب المقدس بيقول على الجميع: الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وبما إنه الإنسان خاطي مأسور، فلذلك هو بحاجة شديدة لمن يخلصه. والكتاب المقدس كمان بيقولنا إنه عقاب الخطية حسب المقياس الإلهي هو الموت، النفس التي تخطئ تموت. وهاي المبادئ أبداً ما بتتعارض مع طبيعة وشخصية الله، إنه الله بشخصيته قدوس ومحب في نفس الوقت. وبما إنه الله قدوس فقداسته تطلب عقاب للخطية، ولكن بما إنه الله محب فمحبته تطلب غفران عن الخطية. فالسؤال اللي بدي أطرحه أمامك اليوم هو: كيف سيجمع الله بين قداسته التي تطلب عقاب الخطية وبين محبته التي تطلب غفران الخطية؟ ولا يمكن ومن المستحيل إنه الله يجمع ما بين قداسته ومحبته إلا في مكان واحد وحيد فقط، وهو في الصليب. على الصليب مات المسيح ليأخذ عقاب الخطية عني، وعلى الصليب ظهرت محبة الله الأبدية والغفران عن الخطية. بمعنى آخر، مات المسيح عوضاً عني، عوضاً عنك، عوضاً عنك، وبموته أخذت القداسة الإلهية العقاب عنا، وعلى الصليب أعطت المحبة الإلهية الغفران حيث سامحنا الله عن جميع خطايانا. بمعنى أنه المسيح أخذ الخطية، أطلق الغفران في آن واحد. فصليب المسيح هو الحل الوحيد لخلاصي، لخلاصك وخلاص كل البشر. القداسة تطلب العقاب، مات المسيح لأجلي. المحبة تطلب الغفران، مات المسيح لأجلي وقام ليغفر لنا كل خطايانا. وبناء على عمل المسيح على الصليب صار إلي، صار إليك، صار اليوم إلنا جميعا حياة أبدية في شخصه. فلما باجي لعند المسيح اليوم بإيمان وبقول له: يا رب أنا بقبل عملك من أجلي، سامحني، اقبلني وأملك على حياتي وقلبي، اعرف اليوم إنه اسمك واسمك انكتب بسفر الحياة، صرت أنت اليوم صرتي جزء من عائلة أولاد الله. لاحظ معي إنه المسيح فقط هو اللي بيضمن حياتك وبيضمن حياتك بعد الموت. لما كتب الكتاب: كتبت إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية. أنا وإنت اليوم نقدر نعلم ونتأكد إنه إلنا حياة بناء على عمل المسيح، مش بناء على أعمالنا وتديننا، ولكن بناء على إيماننا بشخصه وحده بس. وما في أبداً في قاموس المسيحية اعمل أعمال صالحة أو تدين شوي أو 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 حتى تكسب رضا الله، أبداً. إحنا بنعمل هاي الأعمال الحسنة والصالحة علشان منحبه، مش علشان نكسب محبته ونكسب رضاه. وهذا هو حقيقة الفرق ما بين اللي عمله المسيح وما بين اللي منسميه الدين. الدين بطبيعته هو فرائض، واجبات، طقوس، أعمال كويسة لازم تقوم فيها حتى ترضي الله ويكون راضي عنك. ولكن تعال اليوم خد حرية، اقبل اللي الله عمله من أجلك حتى تتمتع بعلاقة حبية وحميمة مع شخصه.
ودائما تذكر انه هو اللي عمل كل العمل عنك لما قال قد اكمل. تعال اليوم حط كل ثقتك وإيمانك في شخص المسيح، هو وحده قادر أنه يعطيك حياة جديدة باسمه. بحب أني أسمع منك وأصلي من أجلك وأقدم لك موارد روحية بتقدر من خلالها تنمو في مشوارك الروحي مع الله. إلى اللقاء وبشوفكم عن قريب.